نوع من الفنون في العراق اهتم بإحيائه عدد من طلبة المدارس الثانوية ومعلمو الفنون الجميلة والتشكيلية، فكان الموعد في هذه القاعة، قاعة النشاط المدرسي في مدينة الكوت بمحافظة واسط، حيث احتضنت لوحات هؤلاء المبدعين في مجالي الرسم والفن التشكيلي. كل من المشاركين والزائرين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه النشاطات، وتحدثوا عن إهمال غير مبرر لمجال الفنون في كافة المراحل العمرية، ولا سيما في المرحلة الابتدائية. طبعا هو درس الفنية شيء كلش مهم وكلش راقي، والمفروض احنا ما نهم لشيء اكيد. وبالنسبة لدرس الموسيقى، درس الموسيقى اصلا ما موجود بالمدارس اصلا، ما حي ليش. ويعاني النشاط المدرسي من الإهمال، إذ ينفق المدرسون من مالهم الشخصي لدعم هذا النشاط، فضلا عن ندرة المواهب المعنية بهذا النوع من الفنون. قبل كان النشاط المدرسي مو المدارس، يعني ألوان، لوحات، فريمات إلى آخره، هسه ماكو، يعني هسه كلها بعاتق المعلم والمدرس حتى يصرف من جيبه. يعني تجي مدارس جاي من الابتدائية، يعني مدرسة إعدادية أو متوسطة أو ثانوية ما بيها ولا طالب، يعني لأنه شنو كهمال من الصف من المرحلة الابتدائية. إمكانات محدودة وأعمال ذات قيمة فنية نجحت في جذب الزائرين التواقين لمثل هذا النوع من الفنون الذي بات نادرا في العراق.